عايز تعيش حياتك وتنسى دينك وتطالب بحريتك واختيار دينك. بس المشكلة مش في الدين، المشكلة انك مش مؤمن بدين. ايوه داركنس وي فينا سابوكس راب الالحاد. قصة الالحاد هو الكفر بالله اساس الفكرة كلها من الشيطان. احنا بقينا في وقت ضيع بقى بيتقاس بالعلم وانعدام الفكر الديني بقى شيء مهم. الشيطان بدا يتنكر ويصور للانسان الفكر الخاطئ، يدمر اي غيبيه ويحط كله على المنطق. فكله بتمنه بتحول الفكر الانسان لفكر الشيطان وتتحول من انسجان يا سوء الختام. القصه بتبدا بعدم التوازن ما بين الدين ما بين العلم، ما هو ده اللي لازم. يعني نفسي اسال سؤال، الدنيا اتخلقت من العدم؟ طب والانبياء اللي جم مش علشان يمحوا فكره الصدم؟ طب نفسي اسال سؤال تاني وده الاهم، ازاي السما اترفعت من غير عمدان والكون اللي اتخلق في 6 ايام؟ ما هو ده فعلا ابتكار لكن من رب الكون، ده هو اللي قال في قرانه كن فيكون. يكن يخسر على المتعلمين، شيطان نايمهم ليه وفاكرين انهم صاحيين؟ نشروا افكار الكفر حطوا الدين في الصفر، حرب النفسيه في لمجه سلاحهم في دماغ الطفل. بس بصراحه نجحت الفكره الابليسيه والمشكله انها اتعرضت على شاشه تلفزيونيه. انا بقى هتكلم عن فكرة انشاء الكون بأي حق ملحد مرتد يغلط في خلق الكون. ده الخالق الواحد الصمد اللي قال كن فيكون، وفي الاخر يجي ملحد ملهوش ملة ولا دين يقول بحق الحرية اللي ببلدي من حق اختار دين اختيار هي كافر وحق هي عاملهم. اي اساس انت تتكلم عن الدين؟ سم بيتكلم ملبوس من شيطان رجيم. قص الغلط مش عليك الغلط على سبوك وتقول حرية اعتقاد اعتقاد. بس ايه اللي انت بتحكي فيه؟ انت ولا فاهم حاجة قصدك مضحوك عليك. بعت دينك بالرخيص وعايز تكسب الدنيا. نصيحة مني يا ابني الدنيا اصلا فانية، دي دنيا بالمال والاخرة بالاعمال. فكر كده وتأمن بس انت في الكون وتعرف ان ليها خالق وانت فيها شيء ملعون.